أبنائي عبد الغني شهد في التقدم عندما استغل يو ياكوبو تفكك الدفاع العراقي ليحرز الهدف الأول في المباراة. وإثر اندفاع عراقي غير مدروس كاد الوضع يتفاقم عند الدقيقة 30 وتوسع الهوة. صحوة أسود الرافدين قبل ختام المشهد الأول من اللقاء أثمرت هدف التعادل عبر سعد ناطق خوض لممثل العربي الثاني في المربع الذهبي استئناف اللاعبين بمعنويات أفضل بعد الاستراحة. نفس السيناريو طغى على الجولة الثانية، هيمنة عراقية على أطوار اللعب وفرص ضائعة بالجملة، كان للحارس فرصة لإبراز قدراته خلالها، بينما غاب التوفيق تارة وقل التركيز تارة أخرى لتضيع فرص حسم اللقاء قبل صحوة الساموراي من جديد. واقعية الكمبيوتر لا تؤتمن قبل صافرة النهاية. الأنفاس الأخيرة أفرزت أهم أهداف اليابان في البطولة ليشق الساموراي طريقه بجدارة نحو ريو. اعتقد عندنا فرصه جايه المباراه ثالث رابع، اعتقد عندنا فرصه انه ننتهي اللوبيات. فريقنا قادر، ما ظهرنا بالمستوى المطلوب اليوم، خطا اعتقد انه واحد خلص المباراه بالوقت الاخير والحكم انطى 3 دقائق، قلنا بعد على مود الاشواط الاضافيه نكملها، بس الله سبحانه وتعالى ما كاتب لنا. الحمد لله وشكر على كل حال. امام منتخب العراق المتدلل فرصه اخيره في النهايه الصغرى للعرس القاري. لأخبار قنواتك محمد زغير.